السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويلكم باك تو ماي شانل. في فيديو اليوم غدا نشارك معكم أفضل محل كيقدم العروض في بلاك فرايداي اللي هو ميسيس، وغنشارك معكم كذلك وصفات الكاب كيك بالنوتيلا، كتجي غزالة بزاف. وصفة سهلة ديال الكاب كيك اللي كتشوفوا معايا في الصورة بالنوتيلا، من ألد وأنجح الوصفات اللي ممكن تجربوها ديال الكاب كيك. كيجيو مقطنين شاشين في حل البيمو ديال سبوفي اللي كاين في المغرب. باش ما نطولش عليكم دوزو مباشره المكونات، طريقه تحضير وصفه اليوم. غادي نحتاج 113 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، غنضيف ليها كاس العنبه ديال السكر سنيده وغادي نسربهم مزيان. من بعد غادي نضيف لهم ثلاثه الحبات ديال البيض حتى هما يكونوا بدرجه حراره المطبخ. اهم حاجه يكونوا عندي المكونات بدرجه حراره المطبخ، لانها كتفرق بزاف في الهشاشه ديال الكاب كيك، يجيو هشاشين وغزالين بزاف. غادي نضيف هنايا معلقه ديال السكر الفانيلا، ومن بعد غادي نضيف كاس ديال اللبن. الا ما كانش متوفر اللبن ممكن تستعملوا الحليب او اليوغرت، ولكن من الافضل انكم تجربوها باللبن، لان اللبن كيخلي الكاب كيك يجي رائع بزاف. غادي نضيف هنايا كاس ديال الدقيق، ثلاثه المعالق صغارين ممسوحين ديال خميره الحلويات. ضفت هنا غير كاس ديال الدقيق لانني بعد ما غادي نخلط غادي نرجع نعاود نضيف كاس ونصف ديال الدقيق. كنضيف الدقيق بالتدريج لان كاين دقيق كيف تعرفوا اللي كيتشرب المكونات، وكاين دقيق اللي ما كيتشربش، فهي كتحتاج ما بين 2 كيسان ونصف 3 كيسان ديال الدقيق. هذا هو الشكل ديال الخليط. من بعد غادي ندوز نديرو في القوالب ديال الكاب كيك بعد ما وضعت فيهم الورق الخاص بالكاب كيك. كنعمل غير الثلث ديال القياس ديال هاد الكويغطات، ومن بعد كندير معلقه ديال راس المعلقه ديال النوتيلا، ومن بعد كنرجع نغطيها بالخليط ديال الكيك. كنحاول نخلي قياس الثلث فارغ باش كيتنفخ عندي فيه العجين ملي كيدخل الفران. الفران كيكون مسخن مسبقا على 350 درجه فرنهايت، عفوا 180 درجه. وهذا هو الشكل ديال الكاب كيك بعد ما كيطيبوا، كياخذوا تقريبا ما بين 20 25 دقيقه كيكونوا واجدين. كيجيو رائعين، هشاشين مقطنين خفافين. كيف قلت لكم اللبن كيخلي الكاب كيك كتشوفوا معايا في الفيديو كيجي رائع بزاف، بحال تماما بحال البيمو ديال سبوفي اللي كاين في المغرب، بالاخص ملي كنديروا فيه نوتيلا من الداخل كيجي يا سلام روعه. فهذا مناسب بزاف للصغار، سواء المدرسه او للكوتي او للفطور ديال الصباح، شي حاجه خفيفه ودغيا كتوجد ما كتاخذش وقت طويل، والوصفه ناجحه بزاف. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي الكاب كيك. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه اللي شاركت معكم اليوم. ممكن تخليوهم بحال هكذايا، كيف ما ممكن انكم تزينوهم من الفوق بالكريمه. انا غنشارك معكم الصوره ديال الكاب كيك مزينين بالكريمه، حتى هما كيجي المذاق ديالهم رائع وغزال وكيعجبوا الوليدات الصغار. ما خاص في الويكند بحال هكذا نخليوهم يذوقوا الكاب كيك معنا. ف اذا كانت هذه اول مره كتزوروا قناه، ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب والاشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كينزل في القناه. خليوا لي لايك وخليوا لي كومنت لانه كيشجعني وكيحفزني نقدم اكثر في القناه. وكيف سبق لي وشرت في الاول ديال الفيديو، غادي نشارك معكم جوله في ميسيس. هو محل كبير بزاف، فيه كل شيء، فيه العطور والملابس والاحذيه والميك اب وكل شيء. وبما ان حنايا في هذا القيطه عندنا غادي يكون الاسبوع القادم البلاك فرايداي، كيعملوا تخفيضات كبيره لانهم كيكونوا كيحتفلوا بثانكسجيفين، وكيف كتعرفوا الشهر الماجي عندهم العيد ديالهم، فكيكون هذه الفتره ديال الشوبينغ وكيكونوا العروض في جميع المحلات، وكيكونوا خاصه المنتجات في السيل وفي كيديروا بيك ديسكاونت. عاد كيكونوا شي حوايج اللي تيكونوا غير في هذه الفتره هذه، كيكونوا تيكونوا كيف تنقولوا ليميتد اديشن، كتكون غير في هذه الفتره ما كترجعش تعاود تلقايهم في وسط السنه. وهذا هو افضل وقت للتسوق بالنسبه للبنات اللي كيعيشوا هنا في امريكا. نتمنى ان الجوله ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. انا غنخليكم مع الجوله، ما غاداش نبقى نكثر لكم بلا بلا. انا نخليكم مع العروض، حاولت ان نقرب بزاف الاسعار باش تعرفوا على الاثمنه كيفاش تكون. اغلبيه البراندز دايرين فيهم 25%، كاين اللي دايرين 60%، وكاين دايرين 50%. بحال العطور كاين شي وحدين دايرين فيهم 50%. الميك اب دايرين فيه عروض غزاله بزاف، الملابس ديال الرجال او النساء حتى هي فيهم عروض غزاله بزاف. الشنط حتى هي الماركات بحال مايكل كورز، الكوتش،
الكالفين كلين، دايرين فيهم عروض غزالي، انت هما بزاف العطور دايرين فيهم. هاد السيت كيكونوا غير هاد الفتره هادي ديال اللي كيكون عندهم هما الكريسماس، كيكونوا حاطين هاد السيت باسمنه جدا مناسبه. الثمن كيكون نازل 30% تقريبا ولا 40%، وكاين العطور بحال برادا بحال جيفانشي دايرين فيهم 50%. لا تفكرت شري تفكرت الأزمنة ديالتهم. مهم في الفيديو غادي نشوفوا الأزمنة حتى ديال الباكس اللي كيكونوا ديال الميك اب او لا ديال مهم خاصة بالتجميل، دايرين فيهم أزمنة جدا مناسبة. فكيف قلت لكم هذه هي الفترة تسوق، تقدروا تسوقوا أونلاين من الموقع ديالهم macys.com او لا تمشيوا للستور، والعروض كتبدا من دابا ماشي حتى النهار ديال بلاك فرايداي، فمن دابا ممكن انكم تشريوا الأثمنة ديال بلاك فرايداي. كل ما كيلزمكم انكم توريهم الاسعار أونلاين، ما كنتوش باغين تقداو أونلاين باش تمشيو تشوفوا في الستور الأثمنة تماكي او تشوفوا سلعة تماكي عندهم. وكنت من المحبين انكم ديروا تسوق مباشره، فإلا شفتوا الثمن مختلف على الاونلاين ما يكفيكم غير انكم توريهم الثمن في الاونلاين كيديروا لكم الماتشين البرايس. خليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو عندكم اي تساؤل. هاد العطور هادو غزالين بزاف ديال كالفين كلين ورائعين بزاف، والثمن ديالهم كيف كتشوفوا معايا كاين اللي ب 25 دولار، هادو ب 25 دولار، هاد الباك هذا كله ب 25 دولار، كاينين اللي ب 40 دولار. مهم دايرين عروض غزاله بزاف. ففي بقيه الفيديو غادي ناخذكم الساعات حتى هما يدين فيهم تخفيضات، والشنط ديال النساء باش تشوفوا اخر مخارج في السكن، كذلك الاحذيه لي بوت كل شيء. حاولت اني ندير لكم جوله شامله في المحل ديال ميسيس، فجوله ممتعه. نخليكم مع بقيه الفيديو وغادي نشوفكم ان شاء الله انا في الفيديو القادم بحول الله.